السلام عليكم، معكم أخوكم محمد البلوشي، وهذا الفيديو راح يكون مناقشة معاكم أو فيديو نتبادل الآراء. وحبيت أتكلم عن معالجات إنتل اللي هي ألدر ليك ومعالجات AMD اللي هي زين 3، وكمان المستقبل اللي حيكون يعني مثلا قريبا اللي حتزيد فيه المنافسة أكثر. خلونا نبدأ بمعالجات AMD الزين 3 اللي نزلت قبل معالجات ألدر ليك. فكلنا عارفين أنه AMD سرقت جزء كبير من السوق اللي كانت تستحوذ عليه انتل في معالجاتها. فعلى مدار يعني ممكن 3 سنين AMD يعني كانت منافسة بشكل جدا كبير وفازت بثقة المستخدمين الكمبيوتر. فأغلب الناس اللي ممكن يعني بنوا كمبيوتراتهم في آخر سنة أو سنتين حتحصلهم مستخدمين معالجات رايزن، فهذا شيء يدل على AMD ومنافستها للسوق. والميزة اللي كانت يعني تعطيها AMD إنه معالجاتها تقريبا بنفس السعر أو أرخص من معالجات إنتل، ولكن تعطيك أداء أفضل أو مقارب للأداء حقت إنتل، وحتى كمان يعني في استهلاك الطاقة كمان يعني قديش يسحب الـ CPU أو المعالج يعني من الطاقة كان بمراحل أقل من معالجات إنتل. فهذا الشيء يعني خلى يعني معالجات إنتل جدا منافسة وجدا يعني جذابة لأي شخص كان بيبني كمبيوتر. وهذا الشيء شوية تغير لما نزلت معالجات إنتل ألدر ليك اللي هي الجيل الـ 12، فلاحظنا انه انتل تغلبت على معالجات رايزن 3 اللي هي اخر المعالجات اللي نزلت من AMD او زين 3. معليش انا هي مي رايزن 3، هي زين 3 ولكن رايزن 5000. فلنقارن بين معالج الـ 5800X والـ 1200 والـ 12700K، تلاحظ انه معالج انتل اللي هو 1200K ارخص من معالج 5800X، يعطيك بعحان اداء مثل 5800X وبعحان افضل، ولكن هذا باستهلاك طاقة اكثر من معالج 5800. فاللي لاحظناه يعني مثلا في معالجات ألدر ليك، معالجات يعني صح تعطيك اداء افضل ولكن تستهلك طاقة اكثر، ولكن هذا الشيء ما يهم اكثر المستخدمين، لانه مين اللي مثلا لما يشغل كمبيوتره يشيك على قديش الكمبيوتر يسحب طاقة. ولكن هذا الشيء متى يجي مهم؟ اذا انت كنت مثلا تبغى تختار كولر لمعالجك وتبغى كولر تمام، في هذه الحالة صح يهمك قديش المعالج استهلك طاقة، لأنه كل ما استهلك المعالج طاقة كل ما زادت حرارة. صحة المعالجات يعني بتتطور بشكل جدا كبير عكس السنوات الماضية. ففي هذه السنة حتنزل معالجات من AMD بسوكت جديد اللي هو LGA، اللي هو بدل ما يكون بين على المعالج نفسه حيكون على المذربورد زي ما هو على انتل، وهذا السوكت حيسموه AM5. وفي تقنية جديدة حتكون موجودة داخل معالجات AMD الجديدة يسموها 3D كاش، واللي هي تركيبة كاش فوق بعضه، وبكذا يعني يكون الكاش يعني حجمه جدا كبير، واللي يساعد على سرعة أداء المعالج في الألعاب وغيرها. وأعلن عن هذه الميزة في معالج 5800X 3D، واللي هو نفس المعالج 5800 ولكن مع الميزة هذه اللي هي 3D كاش. وعلى الجهة الأخرى انتل حتكمل في تقنياتها الجديدة واللي هي مستخدمة في معالجات ألدر ليك، اللي هي جعل معالجات للأداء اللي هي كبيرة تكون performance core يسموها أو P core، كرات صغيرة ذات أداء ضعيف واللي راح تهتم بالمهام اللي ما تحتاج يعني أداء عالي. فزي ما شايفين كل شركة بتحاول تبتكر في مجال معين، وهذا الشيء اللي حيسبب منافسة، واللي مرة أخرى الحين حنستفيد من هذا الشيء. وعلى فكرة معالجات الجيل 13 من انتل اللي هو روكت ليك حينزل في هذه السنة، وكمان معالجات الزين 6 على ما أظن حتنزل هذه السنة كمان. زي ما قلت السوكت الجديد حيكون AM5 وحيكون LGA زي ما هو في موجود في انتل. فهذا الشيء اللي لاحظناه في ساحة المعالجات. فخلونا ندخل لمساحة الكروت الشاشة. كروت الشاشة الآن زي ما احنا عارفين ما حد قادر يحصلها، وفي اخبار انها يعني اسعارها بتنزل، ولكن يعني ما هي جدا يعني منافسة زي ما كانت اول. يعني اول كنت ممكن تقدر تشتري مع كرت شاشة مثلا ب 300 دولار او 200 دولار، ويكون جدا ممتاز لتشغيل الالعاب على ميديوم او هاي، ولكن بسبب اشياء جدا كثيرة منها الجائحة يعني الكروت الشاشة صارت اسعارها جدا غالية. ولكن هذا الشيء شوي يتغير ممكن مع نزول ممكن كرة الشاشة 4000 اللي في شائعات عنها ان ممكن تنزل دي السنة، وحتى كمان كرة الشاشة حقت AMD اللي ممكن حتكون اسمها 7000 كمان، يعني في شائعات انها حتنزل هذه السنة. ولا ننسى المنافس الجديد اللي هو انتل، كرة الشاشة حقتها على ما اظن حتنزل في الربع الثاني او الثالث من هذه السنة، واللي هي راح تنافس كرة الشاشة حقت AMD ونفيديا، وهذا الشيء راح ممكن ينزل الاسعار زيادة، فحيكون احنا مستفيدين. وانتل سووا مؤتمر عن كروت الشاشة حقتهم واعلنوا عن اشياء جدا كثيرة، منها برنامج او اداة زي الـ DLSS واللي حتساعدك على تضبيط دقة اللعبة من دون خسارة اداء. مثلا يعني تشغل اللعبة على 1080
ولكن في الخلفية البرنامج هذا راح يرفع لك الدقة هذه على 4K أو 2K. وعلى فكرة الأداة هذه حتكون مفتوحة المصدر عكس DLSS. ومن الأشياء الثانية اللي أعلن عنها اللي هي إنكودر جديد اللي هو AV1 واللي راح يساعد بشكل كبير في الستريمينج ويعني تصوير الفيديوهات. فمنتظرين إحنا بفارغ الصبر على نزول كرة الشاشة هذه من إنتل، لأنه هذا الشيء حسبب منافسة بين الشركات وإحنا اللي حنستفيد. فقولوا لي إيش رأيكم في منافسة إنتل وAMD في ساحة المعالجات، وقولوا لي هل تحسوا ممكن إنتل حتنافس مع كرة الشاشة حقت نيفيديا وAMD بشكل جدا كبير؟ اكتبوا لي هذه الاشياء في الكومنت. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، واذا تبي تدعم القناه تقدر تزور صفحتي على الباتريون وتدعمني ماديا هناك، واكون جدا شاكر لك. كان معكم اخوكم محمد البلوشي، والسلام عليكم.